السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة برضو السبت، احنا في المدرسة هم موجودين لجنة عمل القرعة عشان نختار الفايز في الحلقة 18. وطبعا احنا بنيجي المدرسة على طول، يعني من زمان، دخلنا في سنتين دلوقتي واحنا بنيجي المدرسة على طول في ايام الاجازات، واوقات كتيرة جدا بنيجي بعد العصر بنشتغل في المدرسة. ناس كتير بتساعد في الموضوع ده من الموجودين حاليا، في ناس كمان مش موجودة تيجي معانا دوما باستمرار، وده لما كانت الناس بتسأل عليه كنت بقول دايما ان احنا لازم نثبت وجودنا في المدرسة حتى في ايام الاجازات، حتى اخر النهار بنعمل اللي ربنا يقدرنا عليه، لكن ده له مردود تاني وله اثر تاني. ان شاء الله قريب خالص خالص هتسمعوا خبر جميل جدا يفرح كل أولياء الأمور وكل طلابنا، عشان تعرفوا إن تعبنا ووجودنا في المدرسة باستمرار، مكناش بنسيبها ولا يوم حتى في أيام الأجازات، ده له مردود كبير جدا وكان سبب مهم جدا في الخبر اللي هيظهر بعد كام يوم إن شاء الله. معانا مستر محمود ومستر مصطفى. مستر مصطفى هيختار جايزة النهاردة، اتفضل يا مستر مصطفى. هي مقدمة من فضيات فيما مصروعات في المدرسة. فضيات هيمة ومصوغات بيت الماس بيتقدموا بهدية فضة لفايز اليوم، يا ترى مين سعيد الحظ؟ اتفضل يا مستر محمود. اكتر واحد بيقلب عشان بس اللزقة والتشكيل، تعالى ولا حاجة. مريم محمد ممدوح، ستة ابتدائي. مبروك يا مريم، مبروك في الصف السادس الابتدائي، ألف مبروك يا مريم، بتشارك معنا باستمرار. بدعو كل الطلاب إن هم يشاركوا معنا باستمرار، لسه في حلقات شيقة وممتعة، في عندنا جوائز لسه كتير، واستنونا.